زميلي يوسف، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا. بداية، كيف تشير عملية معالجة آثار وأيضا تداعيات الأمطار، كيف تبدو الصورة لديك؟ نعم زميلي بندر، أهلا فيك وأهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، مشاهدين شاشة تلفزيون دولة الكويت. كما ذكرت زميلي بندر، متواجدون الآن في إدارة العمليات المركزية في الإدارة العامة للإطفاء. ذكرت في الساعات الفائتة زميلي بندر خلال المقابلات في نشرات الأخبار أن إدارة العمليات المركزية البلاغات لديها انخفضت في نسبة 90% زميلي بندر، مثل ما ذكرت في المقابلات السابقة، وأؤكد أن البلاغات قلت في إدارة العمليات المركزية في نسبة 90%. البلاغات كانت تتكون من أشياء بسيطة جدا، مثل حوادث توقف أسانسيرات في المنازل أو العمارات، أو انتشال للمحتجزين في جراء السيول من خلال الشوارع. حوادث جدا عادية لا تذكر ولله الحمد، وتقتصر فقط على الأضرار المادية، ولا يوجد أضرار كثيرة خلال هذه الحوادث. أؤكد مرة أخرى، البلاغات قلت في نسبة 90%. يمكن حتى هذه اللحظة زميلي بندر استلمنا بما يوازي حوالي 80 إلى 90 بلاغ في إدارة العمليات المركزية. لكن أعزائي المشاهدين، نستضيف معنا الرائد بدر الملا، رئيس قسم في إدارة العمليات المركزية، ليحدثنا أكثر عن استلام البلاغات، عدد البلاغات اللي استلموها، وما هي الحوادث اللي استلموها في شكل عام. مساء الخير الرائد بدر الملا، بس نحدث السادة المشاهدين عن البلاغات اللي استلمتوها أو أعدادها، وما هي أغلبية البلاغات اللي استلمتوها من حوادث في شكل عام. صحيح، ولله الحمد البلاغات أخذت بالانخفاض تدريجيا وبشكل ملحوظ من الساعة 8 صباحا لهذه الساعة، ولله الحمد. الحوادث تقتصر على مثل ما ذكرت، احتجاز بعض المركبات في المياه من غزارة الأمطار في بعض المناطق، وكذلك التماسات الكهربائية في منطقة حولي والصبية، وكذلك الحساوي، عبارة عن محولات خارجية، التماسات من أمطار الغزيرة، وكذلك بعض البلاغات اللي هي احتجاز مركبة في الطين، وتم التعامل معها ولله الحمد، لا يوجد أي إصابة. رائد بدر الملا، من خلال كلامك هذا تؤكد على لسان الإدارة العامة للأطفاء أن عدد البلاغات قلت في نسبة كبيرة خلال الساعات الأخيرة هذه؟ نعم صحيح، قلت وبشكل ملحوظ. يعني بداية الأمر كان من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء 85 حادث، ومن الساعة 8 مساء إلى حد الحين تقريبا 30 حادث، يعني قلت بشكل ملحوظ، وهو عبارة عن مثل ما ذكرت لك الحوادث السابقة، وتقتصر على الأمطار الغزيرة اللي من البارح يأتي. نعم رائد بدر الملا، قاعد نلاحظ الحين أن أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق على دولة الكويت، هل هذا يؤدي إلى، خلينا نقول، زيادة في الأمطار، أو في رسالة معينة تقدمونها للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الكويت خلال هطول الأمطار في شكل بسيط؟ نعم صحيح، عندنا أمطار في بعض المناطق غزيرة وفي بعض المناطق خفيفة. مناطق الجهرة أمطار غزيرة، ولكن المناطق اللي صوب الديرة مدينة الكويت بعضها، السالمية غزيرة كذلك، لكن الديرة أمطارها خفيفة. لكن نظل ننوه ونبلغ المواطنين والوافدين بأخذ الحيط والحذر والالتزام بمبدأ الأمن والسلامة، وهو عبارة عن إغلاق أنوار السور، وكذلك عدم الخروج إلى الضرورة، والاتصال على هاتف الطوارئ في حالة طوارئ، وكذلك لعمل لازم. وهاتف الطوارئ ليس للطوارئ فقط، إذا عندك أي استفسار، عندك شباب موجودين ممكن ينصحونك لتكون في وضع آمن وسليم. الرائد بدر الملا من إدارة العامة للأطفال، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، هذه الصورة حية ونشطة وسريعة من إدارة العمليات في الإدارة العامة للأطفاء. لو تلاحظون من ورائي خلية نحل شغالة، وهم على استعداد تام، أو على قدم وساق لاستقبال البلاغات وتقديم النصيحة للي يحبون يكون عندهم نصيحة.
النصائح غير الحوادث. الله يحفظ بلدنا يا رب العالمين من أي مكروه، وعودة لك زميلي بندر مرة أخرى. شكرا.